ولو حضرتك هتحل على السبوره يا دكتور نور نور، خلاص نور نور عشان يبان نور نور افضل. ماشي حضرتك ممكن تقرا من اللاب. معلش شوف عشان افهم انا من اللاب يا جماعه، يا اما هضطر اقعد شويه ارجع لنا وبعدين ارجع. ديسيبل سيجنال تو نويز ريشيو في اغلب الابلكيشنز مقبول. تمام؟
30 ديفينتلي تبقى كويسه. ابلكيشنز قليله قوي اللي هي ممكن تحتاج سيجنال بروسيس اعلى من ايه. ولما تاخد الجزء بتاع الشانل كاباستي مع الدكتور هشام ظريف خدته ولا لسه؟ هو يجوز يكون في اخر الجزء بتاعه. خلاص؟ هتعرف بقى ازاي تدخل النسبه دي جوه الشانل كاباستي. الشانل كاباستي مربوطه بالباند ويدز ومربوطه بالايه؟ بالسيجنال بروسيس. دي كانت مساله اربعه فين؟ مسألة أربعة تلاتة بيقول جيفن 100 واط أنا لازم أرجع الداتا شو على فكرة إن هلجا في الفيجرز اللي خدناها في المحاضرة اللي قبل كده ما يجراش حاجة يعني تبقى موجودة بس في الدم ولكن أنا معرفش أنا بيقول جيفن 100 واط باور سورس صح؟ المرة قبل كده العلاقة بين النص والديستانس كانت
47% صح؟ 47% معناها دي لو انا قستها بالقسطره كده سينا لقيتها 1 سم فهتمشي ايه 47% سنتي يعني 4.7 يعني لو انا قلت التقريب دلوقتي انها تقريبا في النص وطلعت على الكيرف الثاني من فوق هلاقي ان انا سلايتلي ليس ذان 15 مش فاهم ايه تاني انا ماشي على انهي كيرف الثاني من فوق لان ده هو الكابل اللي هو الدبل الكيرف ده لازم اقراه الكيرف ده علاقه ما بين اللوسز بالديسبل والمسافه مع ثبات الفريكونسي لما لو غير الفريكونسي هنزل على ايه؟ كذا العلاقه بين اللوسز والفريكونسي تمام؟ واللوسز دي مقاسه لوحده المسافه لو اتغير نوع الكابل همشي على كيرف جديد يبقى دلوقتي بالنسبه للكابل اللي هو مدهوني ده الاقي ان عند الكيلو هرتز اللي هي تقريبا 100 واي هتقول لي ازاي تقول كيلو 100 واي ما بين ال 100 كيلو وال 100 هقول لك دي حسبناها من حسابات الايه؟ اللوجاريتم خلاص؟ ف 100 واي تقريبا ما بين ال 100 كيلو وال 1 ميجا فلو طلعت راس كده مش عارف انتوا متابعين معايا المشي بتاع الراس دلوقتي السكيل اوف ده متقسم 100 هرتز 1 كيلو هرتز 10 كيلو هرتز 100 كيلو هرتز 1 ميجا 10 ميجا هو مديني 300 كيلو انا اللي عايز اقوله لك ان مش معناه انك تمشي 3 من 10 من المسافه ليه؟ لان ده مش تدريب خط هتعملي ايه؟ لو اعتبرت ال 100 كيلو دي الواحد يبقى الواحد ميجا دي بكام؟ ب 10 لوب واحد بكام؟ صفر ولوب 10 واحد يبقى دي الوحده بتاعتي تاني لو اعتبرت ال 100 كيلو دي هي الواحد بتاعتي هي الوحده يبقى الواحد ميجا دي تعتبر كام؟ 10 وحدات التدريج ده لوغاريتم يبقى معنى كده لو لوج الواحد لوج الواحد بيصفر لوج 10 كام؟ واحد يبقى المسافه بين ال 100 كيلو وال 1 ميجا في الحاله دي هي الوحده بالنسبه لي. الثلاثه بقى ما بين الواحد من 10 لو جبت لوج ثلاثه كمان يبقى انا قدها كده خطيه ولا لا؟ قدها خطيه فلوج ثلاثه طلع ب 0.47 معناها ايه؟ الكلام ده المفروض انتوا خدتوا كذا ماده وبيبقى التدريج عندكم لوغاريتم يعني كنترول كده المواد الالكترونكس بتاخد فيها الفريكونس ريسبونس بتاع الامبليفايرز كده خلاص فالسكيل لوغاريتمي انا عمال اقولها يعني مش عارف افصلها كده ايه انا دلوقتي عندي 100 كيلو وعندي 1 ميجا وال 300 كيلو دي مش موجوده على الاكس اللي انا عايز اقوله ان 300 كيلو دي مش 3 من 10 من المسافه ما بين 100 كيلو و1 ميجا لان دي مش مسافه خطيه دي مسافه بتوصل بسكيل ايه؟ لوغاريتم ما اتبسطتش ده جدا هجيب لوج الثلاثه هلاقي يطلع 0.47 وبما ان لوج ال 10 بواحد يبقى معناها ان المسافه دي اللي ما بين 100 كيلو و1 ميجا هاخد 0.47 منها اللي هو تقريبا نصها واطلع بخط راسي لما تطلع بخط راسي يعني انت لو شفت الكيرف اللي هو الثاني ده بيطلع بخط ال 15 9 فين هتلاقيه بعد النص بشويه صح؟ معناها عند النص هيبقى سلايتلي ليس ذان 15 انا قربتها وقتها لما حطيتها بقى بسكيل على يعني لما كنت طابع دي على ورقه قربتها ل 13 دي يبقى معنى كده فور ذيس جيفن داتا ال بتساوي 13 ديسيبل بير كيلومتر اللي على الكيرف ده اللوس بتحصل بالديسيبل لكل ايه؟ 1 كيلومتر واللوس بالديسيبل مع المسافه خلاص علاقه خطيه لان اللوس مع المسافه علاقه قصيه فلما تاخد اللوس بالديسيبل تبقى علاقه ايه؟ خطيه معناها ان لو ده في كل كيلومتر فمعناها عشان توصل لديسيبل معين هتقسم ده على ده تعرف تحتاج كام كيلو متر. فلما نحول دي لدي بي نقول ال في الدي بي الماكسيموم اللي مقبول هيبقى كام؟ دي عباره عن 20 دي بي دبليو ودي عباره عن كام؟ 0 دي بي دبليو صح؟ انا بعت 20 وماكس مينيموم عايز تستقبل صفر يبقى الماكسيموم نص بكام؟ ب 20 دي صح؟ انا باخد 13 نص بالكيلو في كل كيلو متر والعلاقه دي خطيه اصلا يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان دي ماكسيموم الماكسيموم ديستانس هتساوي 20 على 13 فهي تطلع بالتقريب 1.5 ايه؟ كيلو صفر معناها لو انا عايز ابعت مسافه اكبر من كده هضطر احط ايه؟ ريبيتر لان لو بعت مسافه اكتر من كده هيحصل لوسز اكتر من 20 وبالتالي هستقبل سيجنال اقل من 1 واط طب هو ليه حط 1 واط؟ يجوز هو عارف ان ده
جيب بتاع سيجنال المقفول جيب النويز اللي هو عارفها بتاع الريسيفر اللي مكنه ان هو يبقى ايه يبقى الاداء بتاع الريسيفر بالنسبه له مقفول. خد بالك بقى من حاجه لما ترجع بقى تدرس مع الدكتور هشام ظريف الشانل كاباستي لازم تفهم حاجه ان لو عايز ابعد لمسافه ابعد واحتفظ بنفس مستوى الاداء خلاص قدامي حاجه اتنين يعلي ترانسميت الباور يقلل الريت لان السي بتساوي بي فلو انا ثبتت السيجنال طبعا العلاقه دي ايرو فري خلاص فلو انا ثبتت السيجنال تو نويز ريشيو معناها ايه؟ ان انا هضطر اقلل الايه؟ لو حبيت ابعت مسافه ابعد هضطر اقلل الايه؟ هضطر اقلل الـ انا بس بنوه على حاجه هتاخديها قدام هتاخدي اثبات طويل قوي خلاص في نهايته الاثبات ده عامله شن وعامله لما يكون النويز جاوسيان النويز جاوسيان دي اشهر انواع النويز اللي بتقابلنا لان دي بتفيد مع الثيرمال نويز اللي حصل في الالكترونيك سيركت فانا سواء عند الريسيفر الاخير او حتى الريبيتر اللي بحطه ده امبليفاير مش ايه سنسيتيف ليه الفلكتويشنز اللي بتحصل نتيجه ثيرمال نويز وبالتالي بيبقى فيه كميه نويز معينه مع زياده الديستانس السيجنال باور بتقل لو دوت ديستانس على مسافه معينه السيجنال نويز ريشيو هتبقى مش مقبوله مش مقبوله بمعنى ايه؟ انها حاجه من الاثنين يا اما اضطر اعلي السيجنال باور عشان اخليها مقبوله يا اما اتقبل ان ما دام الباندويث بتاع الترانسميشن لاين ثابت وسيجن انت بس وشه قالت يبقى الشركه بس جرى ايه؟ قالت يبقى تفضل بقى انا بعت على مسافه ابعد معناها لازم العب بريد ايه؟ اقل وده اللي بتعمله بعض الديفايسز في الشبكات لما بتدي الايرور ريت يزيد وهو مش لو مش بامكانه انه يزود الباور انه الايرور ريت هيعيش عند الناحيه اللي تستهلك الناحيه اللي بترسل ممكن يكون مش بامكانها انها تزود الباور ساعتها هيضطر ايه؟ دي اسمها ريت ادابتيشن يضطر ينزل في الايه؟ ترانسميشن دي كانت المطلوب ايه؟ المطلوب بي نقل على بيت تاني نقل على بيت تاني طرف تاني. انا بعد كده سي. لا انا مش سامع خالص. 13 ديسيبل بير كيلومتر. وانا الماكسيمم اللور والبوسس عندي اللي دي بي ماكسيمم 20 ديسيبل. نعم؟ ايوه لا انا صدقت وقال لي انا بعت 100 واط يعني 20 ديسيبل دي بي دبليو وعايز استخدم على الاقل 1 واط يعني 0 دبليو يبقى اقصى حاجه ممكن احفظها قد ايه؟ 20 ناقص 0 بتستخدم 20 صح؟ 13 دي جايبه من على الكيرف لا انا هنا
يبقى نرمي توست البير. لا توست البير ممكن استخدمه في اللو ريتس لان هيحقق لي مسافه معقوله في الكونسيبشن ريت معقول مع تكلفه معقوله، لكن لو حبيت اعلى بالريت قوي مش هيبقى توست البير مش هيبقى مناسب معايا. هي 35 هي 35 يا دكتور
حاجه عايز اقولها في 14 اعتذروا لي ان انا سكيب 4 7 واحل لي ايه 4 هو 14 هي مساله وعايز تحطها بمفهوم ميه في النظر. لو تفتكروا ان احنا قلنا فاكرين المعادله الشهيره بتاعت الفري سبيس بروباجيشن ان الباور دنسيتي عند الريسيفر خلاص لو انا افترضت ايزوتروبيك انتنا تساوي الباور دنسيتي على مساحه سطح الكره اللي هي 4 باي ار سكوير. معنى كده هضرب الباور دنسيتي في الريسيفنج اريا بتاعت الريسيفنج انتنا فيجيني الباور اللي هستقبلها. فيبقى معنى كده لما ثبت كل البارامترز الاخرى يبقى العلاقه بين الباور اللي هستقبله والمسافه هي علاقه ايه؟ علاقه بالتربيع العكسي. يعني بي ريسيف لما ثبت الترانسفورت باور بي ريسيف تتناسب مع واحد على الديستنس تربيع. يعني بتساوي مقدار ثابت على ايه؟ على دي سكوير. لو حسبت انا ده ان دي بي فيبقى عندي 10 لوج مقدار ثابت منين شعرفه؟ ماينس 10 لوج دي سكوير. يعني ماينس 20 لوج دي. تمام؟ يبقى معناها ان كل ما الديستنس تضاعف كل ما الديستنس تضاعف. يعني لو انا عندي ماينس 20 لوج دي لو دي بقت 2 دي هيبقى عندي ايه؟ ماينس 20 لوج دي ماينس 20 لوج 2 صح كده؟ ماينس 20 لوج دي ماينس 20 لوج 2. احنا قلنا الماينس احنا دايما في النص بنقسم بنعكس بنقسم الانبوت على الاوتبوت. خلينا نقول العكس ان النص لو حسبتها بالبوستد بتتناسب مع 20 لوج دي. فدلوقتي لو دي ضاقت بقت عندي 20 لوج دي بلس 20 لوج 2 10 لوج 2 احنا حافظينها بتدي 3 ريسبت يبقى 20 لوج 2 بتدي كام؟ 6 دي بي. يبقى الوايرلس ترانسميشن سيستم عموما بيفقد 6 دي بي اضافيه كل ما الديستنس تتضاعف. يعني لو انا عرفت انه عند 1 كيلومتر فقد كم معين من الباور فاصبح فيه نص معينه بالديسيبل كان دي بتحدد لي 0 بوينت اللي هي داخل فيها المقدار الثابت اللي ما دخلتهوش. فلو ال 1 كيلومتر دي بقت 2 كيلومتر يبقى ال داش هتبقى ال زائد كام؟ زائد 6. او لو انا شغال بالماينس هتبقى ال ماينس ايه 6 عشان هو واضح ان كده حاطط من ايه؟ حاطط من الاخر حاطط من الاخر. فلما اجي ابص على الريتيو هو هيحط لي عند الواحد ان في كام ديسيبل؟ بص ماينس 6 معناها هتبقى ماينس 16 امتى؟ عند الاثنين. وهتبقى ماينس 18 امتى؟ مش عند الثلاثه. يعني العلاقه مش خطيه. هتقل 6 كمان عند الأربعة والثمانية والستاشر. عشان كده هو ماشي ديستنس ايه؟ طب أنا ما أقدرش أحسب في النص بقى أقدر أحسب في النص. يعني بما إن الجزء الثاني ده مقدار ثابت بدل ما أجيب 20 لوج 2 أجيب 20 لوج الرقم اللي في النص. لكن هو ماشي مضاعفات عشان ده يسهل لي المهمة. يبقى عند الواحد ماينس 6 يبقى عند الاثنين ماينس 12. مش لاني ضربت الماينس 6 في 2 لا لاني ضربت الماينس 6 دي كام؟ 6. عند الاربعه هيبقى ماينس 18 لاني ضربت من ماينس 12 6 عشان الاربعه ضعف الاثنين وهكذا. هو عايز انمي الجدول ده. انا هنعمله ايه؟ هيبقى ماشي ازاي؟ ماينس 6 ماينس 12 ماينس 18 ماينس 24 مش كده؟ هما 5 يبقى ماينس 8 طيب لو انا شغال على الواير الواير القصه مختلفه. احنا لسه شايفين حاجه في الكيرفات. الواير الديسيمال بتحسب لكل ايه؟ كيلومتر. يعني معناها لو انا عرفت بعد 1 كيلومتر هفقد الديسيمال قد ايه؟ سيمبلي هشوف انا عندي كام كيلومتر واضرب. فهو بدا بكام؟ ماينس 3 عند المسافه هنا كانت 1 2 4 8 16 يبقى عند 2 هيجي لي كام؟ مش لاني ضربت 3 كمان لاني ضربت في 2. عند ال 4 هتيجي كام؟ اضرب 4 في 3 هتديني ماينس كام؟ 12. عند ال 8
ايه الخطين دول بقى؟ ايه الخطين اللي انا رسمتهم دول؟ عند 8 بعد 8 كيلو بص هتبقى مستوي. هنقول ايه الخطين دول وهمشي خلاص. ايه الخطين دول؟ برافو عليك. طيب هنا البوصص بتاعت الواير اقل من البوصص بتاعت الفري سبيس. هنا في ظاهره كده عايز ابينها. الفري سبيس الفينومينا بتاعت زياده البوصص بتاعها مختلفة عن الفينومينا بتاعت زيادة البوصص على الواير. وفي الحالتين لما تزيد مسافة هتزيد الايه؟ البوصص. بس الطريقة اللي بتزيد فيها البوصص مختلفة. فهنا لاحظنا حاجة. بعيد. ان هتقلب الايه صح؟ عند 8 كيلو متر تحديدا للارقام اللي هو اداني هتساوي الاثنين صح؟ وبعد كده هتبقى بتفضل ايه؟ بتفضل الواير من وجهه نظر البوص بس. لكن ممكن تقول لي بس مع الديستنس البعيده دي مع الكابلات دي اكثر تكلفه يبقى دي قصه ثانيه. لكن من وجهه نظر البوص فروم بوص بوينت اوف فيو الواير ترانسميشن سيستم بعد مسافه معينه مش شرط تكون بقى 8 كيلو لان ال 8 كيلو على الارقام دي بعد مسافه معينه بيبتدي اداؤه يبقى افضل من الايه؟ من الوايرلس. بينما على العكس في المسافات الصغيره. المسافات الصغيره اداء الوايرلس هو اللي بيبقى ايه؟ المسافات الصغيره الواير اللي هو اداؤه بيبقى افضل بعد كده بعد مسافه معينه بتبتدي انا اسف جدا انا هتبتدي تستخدم الايه؟ لو انتوا ما شاء الله ايه يعني هزيد فلوسكم واضح ان اول ما قلت العكس الناس حاسه اصلا معناها كان عارف بس عايز اقول لك هو اللي واقف قدامك ده ممكن ايه هو كان بيكتب الصح وبيلاقي العكس المفروض ان الطبيعي ان بص الواير اقل لكن واضح انه بعد مسافه معينه هتعكس هيبقى بص الواير بس هي الايه؟ طب كل سنه طيب.